يا روحي مو انت بشار الاسد، الله جوزك دعمني. يلا يا بصخور يلا كويس. انا ما بدي ابطل لك يا حسام. لك يا بط يا بي يا بي يا ابو طلق رضيان. احذروا ابو طلق احذروا احذروا خاين هذا رضيان يا ابو طلق. رضيان انت رضيان؟ انا مالي شغل، انا زلمة لعيب. سمعني ابو صخور. انا ما بدعم ضده، انا طلق زلمة بيدعم عندي ما بدعم ضده. لك يا زلمة تعملوا انت ايش بدك من السماء؟ يا ابو طلق هسه انا مالي شغل. ابو صخور رضيان بس انت رضاه. انا مالي شغل. بعرفك بعرفك انت مالك شغل بس انت رضاه وما عليك. أنا رضيان. ها بس رضا يا ابو طلق، رضا يا ابو طلق، رضا يا ابو صخور. حتى اسوي الظاهر ما ارضى على حالي، لا ما ارضى. يلا الزلمه معدل حبيبي. لا تكذب ابو صخور. ولك هو ما بده يدعمك ما بده. يا ابو صخور. ولك اخوي قربت اقول لك شغله. كيف؟ فتحتونا يا شباب كرامله، الله كرامله ابكون. يلا يا ابو صخور يلا يا غالي. ولك ما بده يدعمك افهمها. يا ابو صخور. لك ابو طلق انت صاير معركة جهنم اليوم ها؟ رضيت؟ خصني انا ايش خصني؟ سمع اخر ثواني يا ابو صخور. اخر ثواني راح يا ابو صخور. يا ابو صخور ايه؟ يا ابن عمي فوت ادعمني الله يرضى عليك. اخر ثواني شدوا شدوا حبايبي شدوا. يلا يا ابو صخور يلا حبيبي يلا. ابن الصخور ما يدعم ضدي ما يدعم. لك الله يا كويس. يلا يا ابو صخور يلا الله يجوز لك خمس نسوان يا رب. يلا يلا لك يا شد حسن الرفه. يا حبيب شيخ حسن حسن ابو صخور سهران هون عندي بشرف يدخل يدعمك. تفضل. لك الله يا حبيبي والله العظيم انا تبهدلت. كفو منك. لبي عينك يا اصيل. كويس لبي عينك والله انت كويس. مين معايا؟ انت كويس ها؟ ما تفضل الحلبي انا عم بحكي باسمك. اهلا وسهلا. كل بيت حلبي لاجلك. لك على راسي على راسي يا معلم يا معلم. قول يا ابو صخور يدعمني. قول له قول له هذا هذا كمان اسمع هذا كمان زنقي. قول له كمان انت فوت ادعمني. يا حسن شيخ حسن رفع حلبي ايه 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 حلبي بيرك عندي بالصخور. حلبي حلبي ايه روح يلي. اذا بتحبنا فود اذا بتحبنا فود ادعمني مع بالصخور. والله هلا مدوري هلا.